السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس جديد، تعلم أساسيات الفيزياء البازيك بطريقة مبسطة وسهلة. عندنا الفيديو رقم 3، دونك غنشوفو كومون افيشي لو جور دو نيسونس. دونك حنا غادي نصاوب واحد لابليكاسيون، اون تيجي ابليكاسيون، انت غدخل لا دات دو نيسونس وخاصو هو يعطيك لو جور، يعني النهار اللي تزيدتي فيه، واش لاندي ماردي. الفيزياء البازيك غنكريو ان نوفو بروجي اوفغيغ. دونك نصوبو لا فورم ديالنا، دونك هادي لا فورم غنحاول نقادوها. داكوغ، دونك برا شوية. دونك هنا غنبداو بلو فون ديال لا فونتخ. دونك نشانجيو لو فون، دونك في لا بروبيتي باك كالار غادي نبدلو لا كولور. دونك ناخدو باغ اكزومبل هاد لا كولور. تخي بيان، هنا غادي نشانجي الكيبشن ديال لا فونتخ. دونك سميتها فورم 1، حنا غنجيو نبدلوها في لا بروبيتي كيبشن، غنسميوها باغ اكزومبل جور نيسونس. اوكي، غنديرو هنا واحد ليبل. دونك ناخدو ليبل، لوتي ليبل، داكوغ، من أ. ليبل ديالنا غيكون لا دات دو نيسونس في الكيبشن. دونك غنكتبو دا دات دو نيسونس، فوالا. غنديرو لها لا ميزون فورم. دونك لا ميزون فورم قلنا كنديروها من لا بروبريتي فونت، داكوغ. غنديرو غرا 15 في لا تاي، وغناخدو بوليس ان في بولي. Donc je vais changer la couleur. Donc on a une couleur من four color, d'accord. On a par exemple une couleur, on a du jaune. On a regardé le fond, là. Donc on a le fond, tout est transparent, d'accord. On a une back style, donc on a opaque, on a une transparent. On dira transparent, d'accord. Donc on dira noir. C'est bien. On va ajouter un label autre. تحت منها، دونك هنا غنديرو جور دو نيسونس في الكيبشن. دونك غنديرو جور دو نيسونس، داكوغ. وحتى هي لا ميزون فورم، نحاولو نديرو بحال بحال. دونك لا طاي درنا 15 غرا، وغناخدو ان في بولي. اوكي، داكوغ. دونك غنجيو لو فون ديالها، تاهي نديروها ترونسبارون. Donc back style, on dira transparent. Ok. Radin sob wahed text box naya. Donc on joue à Bernard wahed text box. Voilà, on dira naya text box. Ou radin haïdu texte. Donc on a la property text. Quand j'ai qu'on a effacé la property text. Donc on a la property text. Voilà. Ou radin haïd hati. On dira effacé. داكوغ، هنا غنجي غنبدلها في النيم ديالها، وناخد لا بروبيتي نو، وغنبدلو في النيم ديال لا فنتر. دونك غادي نسميوها باغ اكزومبل، دونك هنا في النيم، غنسميوها تكست دات، تكست دات، داكوغ. غنصوبو واحد ليبل اخرى هنايا. دونك هاد ليبل غناخدو غنخليوها فيد، غنمشي للكابشن وغندير لها افاسي، وغادي نسميوها جور نيسونس. غنسمي جي ان جور نيسونس، داكوغ. غير لابريفياسيون جي ان سافو دير جور دو نيسونس. وغنبدلها لو فون ديالها، غنديرها بلون. فوالا، ناخدو باغ اكزومبل، داكوغ. غنزيدو واحد بوتون لو جور هنايا. دونك الكيبشن ديالنا غنسميوه جور، فوالا. ولا ميزون فورم بروبيتي فونت، غنكليك هنايا، غندير لا تاي ديالها 15، غندير غرا ان في بولي. فوالا، دونك حنا نورمالمون شنو نطلبنا في هاد البروغرام؟ انت غتجي غتكتب لا دات دو نيسونس ديالك ولا ديال اون اوتر بيرسون. ملي غتكليك على جور غيكتب لك هنا لو جور اللي تزاد فيه، واش لاندي واش ماردي، داكوغ. دونك خاصو يحدد لك لو جور اللي تزاد فيه هاد لا بيرسون. اوكي، كليك سور لو بوطون جور، فوالا. وغادي نكتبو لو كود سويفون جور، داكوغ. غندير واحد لا فاريابل سميناها جور،
égal weekday, d'accord, text dat text dat هي هذه هي هذه text box سمينا احنا text dat, d'accord, txt dat, شو txt dat. Voilà, on va dire واحد la condition, on va if, d'accord, if jour égal 1, d'accord, et d'accord, le jour égal à 1, donc on va dire then, alors, donc then, donc, هذه شنو سمينا جن غنقولي دن جن ايغال اونتر غيمي ديمونش دونك كنبداو لو بروميي جو كنبداو ديمونش ان راه هو ديمونش تري بيان غندير روتور غالين دونك نقدر ندير كوبي كولي كونترول سي كوبي كولي عندنا سبعه ديال لي جور دونك كونترول في 1 2 3 4 5 6 دونك اش غنبدل غير النيميرو ديال لو جور دونك هذه 2 دونك إذا كان 2 نورمالمون شغي يعطينا يعطيني لاندي داكوغ هنا غنديرو 3 ولو جور بيان سور غيكون ماردي داكوغ 4 Très bien, voilà le code. Donc jour égale weekday. Weekday, ça veut dire un jour le semaine. Text, text et date, here text box. Here, on doit faire la date de naissance. On a, mais les gros, if jour égale 1, then, yani, il y a un jour égale 1, fait then, parce que c'est bien, gn, gn, il y a de label, c'est bien gn, parce que c'est bien dimanche, il y a un 2, c'est bien lundi, et ainsi de suite. Donc, on a le code d'un an, on va exécuter le programme. Voilà, supposons qu'on dirait chez date qu'arriba, donc on dirait le 13 mai. Supposons de 6 de Lyon, donc le 13 mai 20, 20, pardon. Voilà, on clique et le jour. Vous voyez, ben nous avons mercredi. Donc le 13 mai, mercredi. On a de chez date, je suis ce qu'on a dit, donc on dirait par exemple le 1 mai. Zéro cinq vingt vingt donc le vendredi la machine vérifie le calendrier wesh le M est qu'un vendredi oui qu'un le vendredi voilà bien sûr la mise en forme du texte quand on sélectionne une autre que je suis la taille de la date dire 14 d'accord on a la même chose on dit le 14 sur la taille voilà on existe sur le programme. On va dire le 12, par exemple, le 12 janvier 2020, voilà, 15 dimanche.